السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عنودي اكس او. اليوم رجعت لكم بلعبة ريمو ثيرد فاذرز، اتوقع كذا اسمها اذا من غلطانة. اللعبة هذه زي الغموض على رعب، عرفتوا، بنفس الوقت فيها اكتشافات ومن هالكلام هذه. ويلا نبدأ. So, is it all true? الله مترجم مرة حلاسة. عشان تفهموا معي. That illness. It thickened the bones. It accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name. And it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began. حماس. الحلو في الموضوع انه في ترجمة. اوكي بدينا شكله اتوقع. Feels like it's gonna rain again. اي بدينا. لا الجودة مرة حلوة. طيب وين نروح؟ ايه ادري السماجة. خلاص خلنا نبدا. شكل الطريق من هنا، ما سوى الطريق هذا الا انا اجي عنده. بس هنا في شيء ولا وش بعد تتعب الليل؟ ما الرياضة صفر. شوفوا من يتكلم عن الرياضة. اوكي مو من هنا الطريق. يعني حبيبتي تراس ما ركضتي اميال على ذا الشاق. عناد بخليش اتعب. Stop it. Get some help. شوفوا اذا معناتها احس الطريق من هنا، لان هنا عيوا علي امشي وعندي احساس هنا بعيون. خلاص انت مطمي حشا داخله ماراثون. في هنا شيء انا ما اقدر اخذه. خلنا نشوف صوره البنت المفقوده. ايش مفقودة منذ يوم الخميس المصادف 1971 اللي هو شهر 10 يوم 14. شوهدت لاخر مرة في الساعة 4 مساء في الملعب الترفيهي في
ما حطوا ايش الشيء المكتوب، مو متأكدين او شكلهم مو بعارفين او مو بلاقينها. تاريخ الميلاد 1900 الخط مرة صغير ما اشوف 1900 وشي ما ادري. انثى بيضاء 13 سنة او عمرها 13 سنة، شعر اشقر فاتح، عينان زرقاوتان او زرقاوان، اللي هو عينان زرقاوتان مو زرقاوان، اللي مترجم عربي مكيسة، لازم شوية فلسفة تخصصي. شهدت لاخر مرة مرتدية فستان ابيض ذو ايش، ذو ربطات او ذو رباط، الخط اللي هديهم مرة مرة صغير. حذاء ابيض وشعر مسترسل، توقع قصدهم مسترسل يعني زي اللي شعرها تريت او شي زي كذا. يرجى من مدري وشو، ما في شي اي معلومات، ان يتكرم بالاتصال على الرقم الفلاني 74، مو طالع كل الرقم. اوكي خلاص، يعني هذه مش قالوا اسمها ولا ما حطوا اسمها؟ اي لا ما لها اسم، بس قالوا ان شعرها اصفر مدري وشو، عيون زرقاوتان. اركضي يلا، يكون هذا البيت. الكلب هذا وينه؟ بقى أطعنه على ذا النباح. Stop it. Get some help. مسكر الطريق. أيوة اتعبي. يا أنا بس تعبين. راكضة ماراثون. وصلنا. استغفر الله. شو الخرابيط ذي؟ يا ماما انضمة ينتي حشة إذا الشاق. أشعر دائما بالقلق عندما أنظر إلى بعض الأيقونات. الايقونات والمرايا. والله ما ادري ايش تقول بس قاعده تخربط. نشوف هنا. وصلنا دكتور مدروش، ما مداني اقرا. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? شو البجاحه ذي؟ Anyone? طيب شو نسوي الحين يعني؟ اوكي يعني بجاحة ندخل. اوكي مفتوح طيب من الاساس، ليش رنيت الجرس؟ اسحبي على ابو ابوها. توجه الى محل ساكن الدكتور فلتن. اوكي ادخل القصر والتقي بالدكتور فلتن. اوكي يا اخي المشكلة في اللعبة وشو انها، الله ياخذ العدو، على البال هناك في احد واقف. الشخصية بسرعة تتعب من الركض، ف مرة خياس. ايه مقفول. Hello? The gate was open. Are you there? بعدين اشبه، وش تبي تدخل؟ Is anyone there? مقفل. يعني ندور على باب او ندور على مفتاح او اي بلية. خلينا نشوف من ورا شي، ندور بيبان خلفية ممكن. هلا قربنا من صوتها. شكلنا ندخل من هنا. ابي اخليها تركض لين ما ينفقع قلبها. تو ماتش، ما يمديني اركض الا قامت تناهق علينا. اوكي ايش هذا؟ تمثال بائس جدا. الله يهديهم، اللعبة يعني مرة اوفر شهاقها، مستفز. طيب اوكي وصلنا، كأنها نشبة. افا طلعت تزقر علينا.
Yes? Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. أنت نص بيتكم بالأول. أوكي ما أقدر أركض يا ليل. Please, this way. يا ربي شلون تقصع في المشي. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. صادقه. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. His wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. أيوه. صلنا. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. الله يستر. لا كنت تقفل عليها الباب. أيوة. مزرعة السيد والسيدة فلتن. روسو قالوا أو روسو قالوا والله متشتت النطق تغلق أبوابها بسبب خطر حدوث تلوث. توجيه الاتهام لوايمن والسيد والسيدة فلتن على خلفية شكوك بوجود نشاط إجرامي ضد المستهلكين وعاملي الإنتاج في العام الفلاني اللي هو 1971. أغلقت مزرعة روسو قالوا مصدر فخر عائلة قالوا أبوابها بسبب اشتباه حدوث تلوث و والله مو واضح ايش مكتوب ونقل مدري ثقل اتوقع نقل عن مصادر بان العديد من المنتجات اصيبت بطلع سام لو كلشت معلش ترى والله الخط مره صغير اصيبت مدري وش بسام قد يكون هو وراء الاصابات البليغه بالطفيليات وتخضع ريانا قالوا وزوجها كاتب العدل ريتشارد فيلتون او شيء زي كذا والبروفيسور والشريك في الشركة ألبرت إلياس وايمن. آه قصدهم الصور يعني اللي على اليمين الزوجة واللي على واللي على اليمين تحت هو زوجها اللي هو دكتور فلتن اللي بنقابله الحين. وللتحقيق ووجهت اتهامات من فلتن نفسه يزعم فيها بأن إلياس استعمل الشركة للقيام بتجارب أدوية مستغلا التمويل المشترك كيفما يشاء وبالفعل فإن التحذير جاء ممن يسكنون في مقر الشركة عائلة آشمن والذين أداروا البناية وأشرفوا على عاملات الحصاد وهن راهبات من الدير المجاور. أوكي قصدهم راهبات يعني زي النن والشذولي. من ضمن الأعراض المبلغ عنها قرحة مؤلمة وتقيؤ وتكاثر طفيلي وفي بعض الحالات تحسس تقرني مدروش من الضوء. عقب الاتهامات الكثيرة تعرضت كل من عائلتي فلتن وأجمل لتهديدات عديدة من وايمن نفسه والذي طرد اليوم من نقابة الأطباء وقال وايمن بأنه صدم بسبب التهم الموجهة له ووجه أصابع اللوم لشريك أعماله السابق ريتشارد فلتن قائلا
هو مولني شخصيا. من الجدير بالذكر أن فلتون نفسه كأبيه مول وروج المشروع ألفينوكسل أو شيء زي كذا. هو دواء ترشح وايمن بسبب جائزة الطب رفيعة المستوى لعام 1957، ولكنه سحب من الأسواق بعد سنوات قليلة بسبب أعراضه الجانبية الكارثية. وفي هذه الأثناء وحتى في بيت فلتون الذي كان يستعمل كموقع لتوزيع المنتج، فإن النشاطات متوقفة، وكنتيجة للفضيحة قطعت عائلتي آشمن وفلتون كل أشكال العلاقة بينهما، بل وحصلت عائلة آشمن على تعويض كبير عن الأضرار التي عانوها، لأن حتى أطفالهم أصيبوا بالمرض واستعملوا نتيجة لذلك كحقل تجارب دون علمهم. وتفترض السلطات بأن التلوث بدأ من المياه الجوفية والتي لا تستعمل لري المزارع القريبة وحسب، بل وكمصدر مياه رئيسي لعائلة آشمن والراهبات الاثنتي عشرة من الدير القريب. أوكي، يعني الحين الدكتور اللي حنا بنقابله هو الدكتور شو اسمه ريتشارد فلتون، اللي كان متعاون مع عائلة آشمن وكذا انهم يسوون الخرابيط ذي اللي كانوا يسوونها. وش بعد قالوا؟ الزبدة ان الكلام كثير مرة. اللي فهمناه يعني انه صار في زي المرض، والمرض هذا قالوا انه يسبب زي تقيؤ وتحسس وتكاثر طفيلي وبرزنت ايفل صار، وان في واحد منهم سوى الدوة والثاني شو اسمه الدوة صراحة اسمه صعب، الفينوكسيل شيء زي كذا. اوكي، يعني المرض توقع جاهم من التلوث اللي صار في المياه الجوفية. اوكي، في هنا كلام اح في كلام عيب هنا. يا ابن مدري وشو، استغفر الله، أترى ما الذي يكتبوه عني في الجرائد؟ أردت أن تشوه سمعتي، ولكن سأردها لك بكل تأكيد، بدءا من ابنتك. أوكي، الحين هذا أتوقع أنه من غلطانة هذا، ما أدري هو وايمن أو أحد من عائلة آشمن اللي يكلم الدكتور ريتشارد اللي حنا بنقابله الحين، ويقول بأردها لبنتك وما أدري وشو. هل تصدق بأنها لا تعرف من هو أبوها؟ أنا متيقن بأنه سيكون سعيد عندما يكتشف بأنها هي ابنتك. ها، والله مخي طقع، ما فهمت ولا شيء. لحظة، يقول هل تصدق بأنها لا تعرف من هو أبوها؟ أوكي، أنا متيقن بأنه سيكون سعيدا عندما يكتشف بأنها هي ابنتك. طيب، أرني بأنك رجل وتحمل مسؤولياتك. ما الذي أقولها يا رجل؟ أنت لم تكن رجلا أبدا. أح الوضع فيها قبائل يا جماعة. شكله ريتشارد ما ادري يمكن متبني لبنت، ما ادري زارف لبنت نظام خاطفة التمام، اتوقع كذا قصده يعني. خلينا نشوف الحين الشيء الثاني. واو، من هي ذي؟ أيوة. You believe in God, miss. بسم الله الرحمن. Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but inaptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria, yes. See if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now.
Okay. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Phenoxyl? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? Oh, okay. I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste has never come back home. Disappeared. Okay. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! Back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife, then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Yep. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. Follow me. يعني بنتها يسميها جينيفر وسلست بنفس الوقت يعني في فصل للأبو. مستر فيلتون. واو. مرة حماس. You know the way. بتجيح تعرفين الطريق. How do you even? How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. الله الله الله. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Yup. الله يستر منهم ماني مرتاحة لهالبيت وراه بلع اوكي ها هذه جلوريا ايوه وراها بلا مني مرتحت لها والله اني كنت حاسة تتلقف ايوه مفتحيش هذا رجعنا دخلنا واو يو شكله بيبدأ الحين الدعس
جنتل جنتل. أحس اللقافة هذه هي اللي بتخليني أكل تبن بالنهاية. تذكرون جلوريا قالت إن زوجته تشغل الأغنية كم مرة ونفسها تتكرر تتكرر تتكرر، عرفتوا؟ فأحس وراها بلا زوجته، أو حتى ما أدري أصلا في زوجة ولا ما في زوجة. تحكم بالمصباح اليدوي. يتعرض بعض المناطق في قصر فالتن لظلام دامس، ولذلك قد يكون من الصعب معرفة موقعك. اضغط زر المصباح اليدوي لإضاءة طريقك، ولكن لا تنسى أن تطفئه إن كنت لا تريد فضح نفسك. أيوة اندعسنا، يعني ما تفي وحوش الحين أكيد. واو ايش نصيحة التضليلية؟ هذه زي اللي ارميها عشان اشتت الوحش يمكن، او شيء ممكن، ما ادري. ايش؟ ايوه لقينا صورة. كانون الاول ما ادري وشو، كم الرقم مو بواضح. سعداء سوية. هلا برجع للشاشة ما يحسبوننا في احد. رتب زي ما كان كل شيء. رتبي يا ماما سكري، ما حد قال تفتحيه. بس ابغى مراية، قالوا لازم مراية وعندها زي الموسيقى او شيء عشان اقدر احفظ. اداة تضليل، اداة تضليل قصدهم زي شيء ارميه عشان اشتت الشخص، زي اللي عشان ابعده عني. طيب يا خوي انا ابي. أيوة هنا في لمبة الإضاءة قصدي. صندوق مفاتيح الكهرباء من الأفضل عدم إطفاء الأضواء. أوكي الحين أبغى أدور على مرايا. يا جماعة والله العظيم فينا مغص، وهذا تونا بادين ما سوينا شيء. إليل. قد اكون بحاجة لشيء لكي استعمل ذلك، يعني شيء ندخله في مفتاح حق القفل. ما في شيء. ايوه من هؤلاء؟ هل هم اقرباء بعيدون للدكتور فيلتون؟ الباب مغلق من الجهة الثانية. اي لا هذا مغلق، شو نسيت. اي كذا احس واضح، ولا شو رايكم؟ عدلت الاضاءة وقصرت الصوت، بس يا اخي استل صوت الموسيقى مرة عالي، يعني يفضخ الاذن. فضحنا فضحنا. خرجت خرش. اسكت. أخيرا باب مفتوح. اعتبر كل ما تحتاجه لتشغيل السلم السرداب. اوكي بابين مقفل اكيد.
طب انا لحد الان سويت كل هذا بس ابي احفظ. اوكي يعني معناتها شكل نلقى فوق ما دام ما في شيء تحت. يلا تنفسي خلصينا حشا. ما في شيء. اتوقع المكان واضح ما يحتاج احط انارة. وصلنا. تكفون تكفون ابغى مراية. ابي احفظ شغلي الله يخليكم. انتهت الموسيقى؟ اي لا اشوى. دكتور فيلتون لا اظن بان لدي القوة او الجرأة لاستمر بكوني جزء من هذه القصة، فالعلاج لم يساهم باي تطور في قضيتك، وما حدث اليوم كان امرا فائق الخطورة. تخلصت اليوم من الفيلم إذ لا يمكن لمراجعة جلسات تنويمك المغناطيسي إلا أن تؤذي صحتك العقلية، وأنا لا أريد أن يحصل الشخص الخطأ على الفيلم. لا تحاول أن تأخذه لأني رميته في الفرن. قمت أيضا باستبدال بطارية الساعة البندولية، فنحن لسنا بحاجة لجهاز العرض بعد اليوم. يعني أروح شكلي أدور بالفرن يمكن ألقى الشريط. اي اعثر على الفيلم الضائع لجلسة التنويم المغناطيسي للدكتور فيلتون. واو. This goodbye will be the chance. واضح ورا بلا. To reach my land for me and then a whole new world. Oh my god. يا فضيحة. يا فضيحة. وعلق شريط. بسرعة بسرعة القبعة بسرعة. واو. جاء المريض. والله كنت حاسس انه وراه بلا. The record player got jammed again, right? Oh my god. Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now Jennifer, rest, love. My little Jennifer. بنت ذي مريض. يقعد الحس وش قاعد يسوي ذا؟ الله يقرفه بنتك. يا الله. وش ذا المرض؟ اتوقع انه راح. يحاول ان تهرب من القصر. احنا الحين
اكتشفنا مصدر الموسيقى. باقي ندور على سيليست وباقي نطلع من القصر. بس سيليست هي نفسها جينيفر، فما ادري صراحة. اتوقع انها خلاص يعني بس اطلع من القصر. Oh my god. اوكي هذه الاشياء نفتح فيها. Oh my god يا جماعة والله مرة خايفة. قالوا لنا نحاش من القصر بعدين في شيء ثاني طلبوا مني قبل لا انحاش. تلقون الفيلم ولا اسحب على ابو الفيلم؟ جاد والله اني بتاع الف، لان ترى انا بحياتي ما لعبت العاب الرعب اللي نظام كذا اختبئ ومدري وشو. في احد هنا؟ انا من الروح اصلا نسيت من وين اوكي احنا الحين في الدور الثالث من دي الثاني. انت وش اللي خلاك تتلقفين وتدخلين البيت؟ I'm enjoying your stupid game. Oh my god! Stop, you stupid bitch! انعقت انعقت انعقت! Oh my god, the door! Oh my god, the door is closed!